Hello everybody, how are you today? I hope everything is good with you. So today inshallah we are going to start with countable nouns and uncountable nouns. ورح ناخد اللي بخصهم أو اللي إلهم دخل بـ there is and there are وبرضو some والany. Okay, so first of all بدنا نعرف شو يعني countable nouns. Countable nouns هي الأسماء المعدودة. هي nouns can be counted. مثلاً أنا عندي طاولة بقدر أعدها، هذا اسم معدود، الطاولة اسم معدود، أنا بقدر أحكي طاولة، طاولتين، ثلاث طاولات. For example, one apple, two apples, three cars. بقدر أعد التفاح، بقدر أعد السيارات. So هذا اسم معدود بسميه countable noun. نيجي للشقة اللي تحت واللي بيتحدث عن uncountable nouns. هلأ الأن هي مش، ليس، مو. أوكي؟ uncountable nouns هي الأسماء غير المعدودة، يعني الأسماء يلي أنا ما بقدر أعدها. Nouns can't be counted. مثلاً ما بقدر أعد الرز، ما بقدر أعد المي، ما بقدر أحكي one water، مية، ميتين، ثلاث ميات. ما بحكي أنا عن أنينة المي، ما بحكي عن كاسة المي، أنا بحكي عن المي نفسها. تمام؟ chocolate، ما بحكي أنا عن حبات الشوكولاتة. هلأ كحبات بقدر أعد الحبة، بس نفس الشوكولاتة ما بقدر أعدها. يعني بقدر أحط حبتين تفاح، بس الشوكولاتة إذا كانت سايحة ما بقدر أعدها. أنا ما بحكي عن باكيتها، هاي المشكلة إنه بتضلكم عارفين إنه الشوكولاتة بتنعد من حيث إنه أنا بحط حبتين ثلاث حبات بشتري خمس حبات. هلا هاد باكيت شوكولاتة بسميه a bar of chocolate، لوح شوكولاتة، ولكن خليط الشوكولاتة نفسه غير معدود. فهمتوا كيف؟ خلينا نيجي للcountable nouns. أنا كتبت لكم هون إنه I can use there is يعني هنالك when the noun is singular، يعني إذا الاسم مفرد بستخدم له there is، لأنه is لمين؟ زي ما بتعرفوا للمفرد، صح ولا لا؟ يعني there is a book، there is a car. برضو we can use there are when the noun is plural، يعني هلأ الاسم المعدود بقدر أستخدم له is وبقدر أستخدم له are حسب إذا كان يا مفرد يا جمع. يعني هاي الكار السيارة أنا بقدر أعدها، ولكن هي هون جاي مالها مفرد، بدي أحكي there is a car. تمام؟ هلأ عندي هون سيارتين two cars، فبدي أحكي there are two cars. إذن الاسم المعدود بستخدم له there is، بستخدم له there are حسب إذا كان مفرد أو جمع. طبعاً طبعاً عشان تفرقوا ما بين there is تبعت المعدود و there is تبعت غير المعدود، كيف عرفت إن هون السيارة معدود مع إنها مفرد؟ سبقت بأ، يعني اكتبوها عندكم، الاسم المعدود المفرد يسبق بأ أو آن. آن اللي تنكتب A-N. اتفقنا؟ Let's see uncountable nouns، أسماء الغير معدودة. هلأ we only use there is with uncountable nouns، بس بستخدم there is. ممنوع أستخدم there are، لأنه there are للجمع والاسم الغير معدود مستحيل يجي جمع. Uncountable nouns are always singular. Singular معناها مفرد. For example, there is cold water. There is some information. طيب لاحظوا الفرق ما بين there is a car و there is cold water. كيف عرفت إنه cold water غير معدود ولكن car معدود؟ هون حكينا سبقت بأ أو أن. هون لو إنه الwater بتنعد بحكي a cold water. تمام؟ إذن بديكم تعرفوا إنه الاسم المعدود بستخدم له there is و there are حسب إذا مفرد أو جمع. الاسم غير المعدود بستخدم له بس there is بدون a وبدون an. نيجي نشوف استخدام some. some معناها بعض.
We use some when there, when there, when the sentence. Sorry, خليني أضبطها بس. When the sentence is affirmative. شين affirmative؟ مثبتة. يعني, for example, there is some orange juice. هنالك بعض عصير البرتقال. هلأ some ما دخلها بمعدود وغير معدود, تستخدم على الجهتين, فما تقلقوا. بقدر أنا أستخدم some للمعدود وغير المعدود, ولكن some أكتبوا عندكم تستخدم بالجمل المثبتة. أكتب لكم إياها عشان ما تنسوا. نستخدم some. أوكي بس شوي. some للاسم المعدود وغير المعدود, تمام؟ ولكن يستخدم أو تستخدم مع مين؟ تستخدم مع الجمل المثبتة. شو يعني الجملة المثبتة؟ يعني لا سؤال ولا نفي. لا سؤال ولا نفي. هاي زبطت لكم إياها. هيا نستخدم some للاسم المعدود وغير المعدود, ولكن تستخدم مع الجملة المثبتة, يعني لا نفي ولا سؤال. أوكي. هلأ هون there is some orange juice. orange juice العصير غير معدود, ما تقدر تحكي له حط لي عصيرة عصيرتين. أنا لما أعد الباكيتات غير, بس أنا بحكي عن العصير نفسه. there are some red cars. هنالك بعض السيارات الحمراء. عادي جملة مثبتة, لا هي سؤال ولا هي نفي. for instance على سبيل المثال, are there some chairs؟ هل هناك بعض الكراسي؟ هاي استخدم لي some, شايفينها؟ هاي some. اوكي ضيعنا السلايد. اوكي هاي some. لاحظوا انه انا هون برضو استخدمت لكم some والجملة مالها سؤال. هاد لا يعني إنه الجملة غلط, تمام؟ هلأ انتوا اعتمدوا إنه some تستخدم مع الجملة المثبتة ليست سؤال ونفي, ولكن اللي بدي أوضح لكم إياه إنه تكونوا عارفين إنه أنا بقدر أستخدم some بالسؤال, مش غلط, تمام؟ مش غلط. يعني ما ضلكم بس متحيزين للكتاب أو للجمل الكتاب فقط, إنه لا some بس مع الجملة المثبتة. I can use it as a question. أو إذا مثلاً بدي هون بحكي أني, خلينا نعملكم إياها أني براش نصدموا فيها. Just wait a minute. Are there any chairs? هل هناك بعض الكراسي؟ هون أني جوابني yes and there are some tables. لاحظوا هون بالجملة المثبتة بالجواب ما بستخدم أني. Yes, وهنالك بعض الطاولات. Some tables. أنا بالامتحان ما رح أحط لكم some في حالة السؤال. أنا بس أعطيتكم إياها معلومة إنه مش غلط أستخدم some بالسؤال, ولكن أعتبروا some فقط بحالة المثبت اللي هي لا سؤال ونفي. ولكن رح نيجي للآن ونعرف إنه we use any when we ask a question or when the sentence is negative. إنه أنا بستخدم أني لما أسأل سؤال ولما تكون الجملة منفية. For example, يسألني Are there any managers? في هون أي حدا من المدراء؟ Are there any managers? لاحظوا هاي السؤال بلش بـ is أو are. عندي أني لأنه حالة السؤال, بميز السؤال من الـ question mark يلي بالآخر. لو جاوبني بنو رح يكون نفي أني. No there aren't any. غلط أحكي no there aren't some, لأنه النفي
فقط مع الأني، اكتبوها عندكم النفي فقط مع الأني. اتفقنا؟ طب لو حكى لي يس، ها طلعوا هون، لو حكى لي يس، ها يس there are some. لاحظوا هون ما في عندي نفي إذا أنهم حطيت some، ولكن بهاي الجملة عندي نفي فأنا حطيت أني. Now my students, I want you to open your student book. بدي تفتحوا كتابكم ال student. دقيقة شوي، صفحة صفحة صفحة، مش كتبت لكم أنا اسم الصفحة، بس خليكم ثواني أطلع لكم رقم الصفحة. سوري رقم الصفحة. Yeah. صفحة 31. افتحوا كتابكم ال student book صفحة 31. هون بده ايانا نصنف الكلمات اللي فوق تحت countable nouns، الاسماء المعدوده او الاسماء غير المعدوده. هلا الاسم المعدود، اول شيء خلينا نشوف الكلمات. theater مسرح، بامكاني احكي مسرح، مسرحين، ثلاث مسارح. traffic ازمه، ما بحكي والله في ازمتين ثلاث ازمات، الازمه ما بتنعد اصلا، هي مش شيء ملموس. vegetable خضار، bread خبز. اكتبوا معي الكلمات. honey عسل، flower ورد وردة. street شارع، market سوق، food طعام، trader تاجر. هلا عند ال countable nouns الأسماء المعدودة حطيت لكم، محطوط عندكم market سوق، رح نحط theater مسرح لأنه بقدر أعده. يعني أنا بحياتي مثلاً زرت ثلاث مسارح فقط، هون أنا عديت. vegetables معدودة خضار، ولكن كلمة fruit غير معدودة. fruit معناها فواكه. flower معدودة لأنه بقدر أحكي خمسة وردات flowers. street شارع، مشيت شارعين two streets. trader تاجر، بقدر أعد تاجر، تاجرين، ثلاث تجار، أربع تجار. بالنسبة للـ uncountable nouns عندي traffic اللي هي أزمة، الخبز مش الرغيف، تمام؟ بقدر أنا أعد رغيف رغيفين ثلاث رغيفة، ولكن الخبز نفسه ما بعده، تمام؟ honey عسل ما بينعد، ما بحكي أنا أوكي معلقة عسل معلقتين، هون أنا بعد المعالق كمية المعالق، ولكن العسل نفسه بقدر اروح عند زلمه احكي له والله عمو حط لي عسله، نو no. عسلتين برضه لا. اي شيء سوائل غير معدود، اي شيء مكون من اكثر من شغله غير معدود. كيف يعني؟ الزبده مكونه من حليب، مكونه من زيت، مكونه من سكر او ملح، هي خليطه غير معدود. الخبز بيكنج باودر، مش بيكنج باودر، اوكي بيكنج باودر. الخبز مكون من طحين، من سكر، من خميره، اي شيء فيه مليون شغله غير معدود. تشوكلت، تشوكلت زبده فيها كاكاو، فيها حليب، فيها سكر، غير معدود. هاي معلومه لكم، تمام؟ واشياء السوائل حكينا غير معدود، والفود طعم غير معدود. Now I want you to open your activity book. بدي تفتحوا لي كتابكم الـ activity صفحة 24. افتحوا كتابكم الـ activity book صفحة 24. بيحكي لي هون بدنا نحط yeah there is, yeah there are. للأفيرماتيف، للمثبت. تمام؟ لاحظوا عشان المثبت كل الخيارات فيها some 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 some. اوكي؟ لأنه أصلا لازم نختار some لما يكون إجابة مثبت. countable and countable nouns. هلا بدي أنا نطلع على هاي الصورة ونحكي إنه are ولا is. طيب أنتوا طلعوا هون بدون ما نطلع على الصورة. there are some ولا is
يعني there are some ولا is some tomatoes. اسم جمع ينتهي بإس إذن بده are. عرفنا are some. عندي حبتين بندورة look two tomatoes. الجملة اللي بعد طلعوا الأولى اللي هم حالينها there is an onion. في عنا حبة بصلة هيها حبة واحدة. ما بقدر أحط R تمام لأنه ال R جمع. طيب رح تسألوني ليش is an onion ومش some. some بحطها مع الجمع ما بقدر أحكي والله في بعض بصلة في بعض البصل يعني حبتين ثلاثة أربعة. some ما بتكون لشغلة واحدة تمام بس الرز بحكي some ما بقدر أحكي أو an لأنه ما بحكي رز رزتين ولكن الأ والآن تعني واحدة فقط. فهمتوا كيف؟ رقم C there are some ولا is any carrots. carrots جمع راح نحط لها R مع some. الجملة تبعتي لا هي نفي ولا هي سؤال حتى أحط any. آخر جملة there is some ولا are some cherries معناه العناب أو الكرز الأحمر. جمع بدها R إذن are some. هاي تمام. اوكي هلا احنا نروح لسؤال ثلاثة برضو بصفحة 24 بيحكي لي هون look at the picture below and write what there isn't. ما نكتب اشياء مش موجودة. طيب اذا الاشياء اللي مش موجودة مش ها كلمة مش موجودة إذن isn't أو aren't نفي. طيب النفي بياخد some ولا any؟ لا النفي بياخد any. بكتب there are أو there is حسب مفرد الجمع. بالنسبة للcarrots بالنسبة للجزر اطلع على الصورة في جزر؟ لا الجزر مفرد ولا جمع هون؟ جمع فيها s إذن there aren't لأنه جمع. there aren't any ليش حطينا any؟ لأنه نفي. There aren't any carrots. لا يوجد أي جزر. بالنسبة لللمونز ليمون طبعا هذا بردقان مش ليمون تمام. ما في ليمون إذن ليمون جمع إذن there aren't any lemons. بالنسبة للجملة الثالثة أو ال الآيس كريم البوظة المثلجات غير معدود ماشي الآيس كريم غير معدود إذن بعتبرها مفرد إذن المفرد بده is. بما إنه ما عندي بوظة بحكي there isn't any ice cream. طبعا الأني تيجي مع المفرد والجمع ما بتفرق تمام. there isn't any ice cream. eggs eggs معناه بيض. هل يوجد بيض هون؟ لا طلعوا مفرد ولا جمع؟ جمع إذن there are. بحكي there are not أو there aren't نفيت إنه ما في any eggs لا يوجد أي بيض تمام. أوكي ننزل لسؤال رقم 4 بيحكي لي إنه هون بدي أستخدم there is و there are interrogative بحالة السؤال. أوكي هلا أنا لما أجي أكون سؤال لازم أبلشه يا بي إز يا بي آر. طلع هون Are there any mushrooms؟ هل يوجد أي فطر؟ Are there هلا بالجملة المثبتة there are بالجملة المثبتة there is بجملة السؤال أو جملة النفي جملة السؤال سوري راح أحكي is there أو are there وراح أستخدم any مع السؤال. هلا هو سألني Are there any mushrooms؟ بما إنه البي هون يا إز يا آر بشوف الاسم mushrooms mushrooms S جمع إذن بدها آر. Are there any mushrooms؟ هل يوجد أي فطر؟ No there aren't any. طبعا أنتوا بتعرفوا إنه النفي مع no aren't isn't any. شوفوا الجملة اللي تحت there be bananas بده يسألني عن البنانة. بتطلع على البنانز مفرد ولا جمع؟ جمع. إذن سؤالي رح يبدأ بـ are. are there.
هاي شو كتبت لكم هون؟ Are there. بما اني عم بسأل شو بدي استخدم some ولا any. بتحفظوا are there any, is there any بحالة السؤال. Okay. Are there any bananas؟ هاي في عندي موزتين إذن yes there are some. طبعا لما أجي أجاوب بدي أعكس، اطلعوا لي هون، بدي أعكس هلا are there بحالة السؤال، بعدين تصير there are بحالة الجواب. طلعوا there are إذا كانت السؤال are there، إذا كان جواب there are. تكملتهم بصفحة 25 بيسألني عن الأبلز، عن التفاح. الأبلز جمع، إذا بدي أستخدم إيش هون؟ بدي أستخدم الآر. ليش بدي أستخدم آر؟ لأنه شفت إنه الأبلز جمع. Are there. أنا كاتبيتها بس طلعوا كيف، ها؟ طلعوا. ببلش بآر، هو هذا فعل البي، شايفين فعل البي؟ بحطه قبل الذير. Are there. Any apples؟ هي are there any apples؟ لما جاوبني صارت there are، بعكس yes there are some. ليش ما حكينا any؟ لأنه لو كانت no بحط aren't، بحط any. يلا رقم فرع دي، there be trees. بدي أسأل trees جمع، إذن are، صارت are there any trees. هل عندي هون عناب أو الكرز الأحمر؟ لا. إذا no. Are there تصير there aren't. Any. ليش حطينا any؟ لأنه الأني بتيجي مع النات والنات بتيجي مع النو. اتفقنا؟ بالنسبة للpotatoes، بالنسبة للبطاطا، جمع. إذا بدي أسأل بـ are ما راح أسأل بـ is. بعكس بتصير الـ be هون اللي هي الـ are. أوكي. هاي. بعدين بتصير عندي there. ها بعكس are there any. هاي any potatoes. بما انه عندي بطاطا اذا بحكي yes there are some. some تيجي مع المثبت، هيها ما عندي نفي. لاحظوا بالجواب النفي حطينا any وبالسؤال حطينا any. هذا اللي بدي اياكم تفهموه، انه there is مع المفرد، there are مع الجمع، some بالمثبت، والاني بالسؤال والنفي. اتفقنا؟ راجعوا الفيديو مرتين انه شوي بدكم تفهموها منيح. If you have any question just write it down and I will answer you. I wish you the best of luck. Goodbye.